اليوم يتنفس الصبح أنسام العائدين على أجنحة الحنين. اليوم يسترجع المكان ذاكرة حميمة، يستأنس بالوجوه الحنونة بوقع خطاهم في الأروقة العتيقة، وتتهافت الأمكنة شوقاً لأحبابها. اليوم يعود كل شيء لأصله كما ينبغي له، ويحتفي العابدون بزهرة المدائن. اليوم تفتح أبواب السماء، تتوضأ الوجوه بأطهر ثرى على عتبة الأنبياء لتصلي. اليوم يرونه بعيدا ونراه قريبا.